اهلا بحضراتكم مره تانية وعوده مع نجومنا الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديد. سؤال لحضراتكم انتوا الاثنين وكل واحد يقول رايه. الفتره اللي جايه هل النادي الاهلي يشتغل على جزئيه ان احنا نشتغل بكل قوتنا وبكل ادائنا علشان نوصل لي ان شاء الله باذن الله بطوله بلا هزيمه، ولا ممكن يكون في استراتيجي مختلفه بالنسبه للكولر للفتره اللي جايه؟ انا في رايي ما بقى في استراتيجيه لتغيير اللعيبه واشوف العناصر اللي هي هتكمل معايا ولا اللي هتطلع اعارات ولا ايه الاماكن، اهم من انك تعمل ريكورد. صحيح، وخصوصا انت عديت ماتش يعني الزمالك، طبعا يهمك ان انت في الزمالك ما تتغلبش ويهمك انك تكسب عشان تكمل بطولاتك، بس الفتره اللي جايه الماتشات اللي باقيه لا اجرب بقى اللعيبه وريح الناس كلها، عشان انت داخل برضو على بعد كده معمعه جامده وفي برضو بطولات كتيره وماتشات فانا لازم برضو اللعيبه دي تاخد يعني عملت اللي عليها ووصلت للمطلوب، اجرب بقى الناس التانيه بغض النظر بقى ان انا اكسب وعلى فكره اللعيبه اللي موجوده دي برضو حتى مش بالضروره انها يعني مش بالضروره يا عمرو ان احنا لو لعبنا حد منك هتخسر. لا بالعكس، لا طبعا يا كابتن هاني، الراجل من اخر مباراه ليه وهي كانت نقطه التحول للجميع جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته عشان يقول الخطا وارد انه يتصلح، من مباراه سان داونز الراجل بقى في حته تانية خالص، اداؤه واسلوبه والتزامه وقرايته المباراه وكلامه مع اللعيبه، راجل عمل 37 مباراه 29 مباراه مكسب وسبعه تعادل، جاب 68 هدف ودخل مرمى 11، ده ريكورد ليه، بيقول لك انا بكسب وما عنديش ادنى مشكله، عايز يمكن مع حضرتك هنا قلنا الراجل بيقول لك انا جعان بطولات وجعان مكسب، وصل له ان هو وصل ليه بقى فيه، رجع تاني في كلامه، يعني هو مخرج في سيناريو معين، انا عملت الثلاثيه عمل الرباعيه، رجع تاني في كلامه قال لك لا انا لازم ازاحم نجيب محفوظ واعمل رباعيه. خلي بالك حاجه عمرو، ما فيش حد يسمح له يشبع. لا ما هو اصلا جماهير النادي الاهلي ما بيشبعش، وعلى فكره هو الراجل واقعي واقعي جدا، وفي نفس الوقت هو كشخصية هو كمان من الشخصيات اللي بتحب البطولات، يعني هو كان ليه كمان مقولة كده ظريفة قوي، قال لك أنا بستنى ببص على الساعة تاني يوم عشان ألاقي جماهير النادي الأهلي بيتقول لي على بطولة جديدة، وده شيء يتوافق مع شخصيتي لأن أنا كمان بحب البطولات، وبالتالي هو كمان كاركتر ماشي مع التركيبة وده اللي بتكلم عليه، إن الحمد لله يعني كان تركيبة مميزة. صحيح. جدا. صحيح. شخصية المدير الفني مع شخصية الإدارة وشخصية النادي الأهلي ده مهم جدا، لكن عايز أقف كمان قبل ما نروح لتقرير مهم على جزئية مهمة جدا، يمكن كنت بتكلم مع ضيوفنا على موضوع إن احنا نريح اللعيبة أو 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 أو، خلي بالكم يعني أنا في اعتقادي النجاحات للموسم ده كان قرار من الموسم اللي فات، القرار اللي كان من مجلس إدارة، طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إنه يريح مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة بعد كان موسم كان صعب جدا علينا، والحقيقة والتحضير للموسم دوت كان تحضير أكتر من رائع على المستوى البدني والنفسي والذهني، وبالتالي كل النجاحات دي ساعات النجاحات بتبني على قرارات، والقرارات ديت بتكون قرارات ناجحة. هنروح مع حضراتكم نشوف طبعا تقرير عن النادي الأهلي وموسم إن شاء الله بلا هزيمة. إن شاء الله بإذن الله موسم استثنائي بلا هزيمة للنادي الأهلي إن شاء الله، لكن كمان عايز مهم جدا وقلنا لحضراتكم مباريات قوية جدا بتقام دلوقتي طبعا لتحديد الفرقتين ويعني الهبوط لدوري المحترفين السنة اللي جاية، أعتقد حرس الحدود 1-1 مع فريق غزل المحلة، ولكن المفاجأة الكبيرة وطبعا تقدم نادي الداخلية على أسوان في أسوان في الدقيقة 42 والدقيقة 45 من الشوط الأولاني بثنائية نظيفة. في الحالة ديت اللي سوف يهبط للدرجة الثانية أو دوري المحترفين بهذه النتيجة لغاية دلوقتي هو فريق أسوان وفريق غزل المحلة. توقعاتك بقى كابتن، ونتكلم في الجزئية دي شوية، لسه بتقولي ان الداخلية مقدم موسم كويس قوي، ويمكن النتيجة اللي بقول لك 2-0 للداخلية على أسوان، قلت لي يستحقوا النتيجة ديت يعني. من بعد الماتش اللي فات بتاع الإسماعيلي كانوا بيلعبوا وان سايد جيم قدام الإسماعيلي، غلطة من المساك في أول المباراة دخل فيهم هدف، لعبوا 90 دقيقة عمرو وضيعوا أهداف ولعبوا مباراة كبيرة جدا جدا. أنا متعاطف
من مش من النهارده يعني، من قبل كده مع الداخليه معهم علاء عبد العال مدرب كويس قوي، عامل فرقه كمان يعني الداخليه من الفرق اللي ما دعمتش هاني بممالك على امكانيات طبعا، على امكانيات وكلهم معظمهم اولاد صغيرين وعاملين فعلا مباريات كويسه، فانا اتمنى ان هم فعلا يعني يستمروا. كمان مشكله الانديه الشعبيه يعني كلنا بنتعاطف معها، بس مش معقوله احنا يعني الانديه الشعبيه هتفضل بالحال ده، انها على طول كل سنه اذا ما كانتش تنزل وتبقى صعب انها تطلع او تنافس على الهبوط كل سنه، لازم مجالس الادارات تشوف لها حل. ما ده صح، انا متفق معاك يا كابتن، كلنا بنقول طبعا الانديه الشعبيه طبعا هي عصب كره القدم ما فيش شك، ولكن احنا دلوقتي في عالم احتراف كبير جدا، لو ادارات هذه الانديه ما عرفتش ان هم في عالم محترف من كره القدم وان الاحتراف بيدوس على اي حد، بيدوس في انديه كبيره جدا، هامبورغ من افضل الانديه على مستوى البوندسليغا، نزل درجه ثانيه، اليوفنتوس كان عنده نزل درجه ثانيه، يعني بتتكلم على انديه، فالقرار او التحديد مصير الانديه الشعبيه لازم تكون في مجالس الاداره، في دعم اكيد من الدوله، في دعم جماهيري، ولكن قرارات مجالس الاداره للانديه الشعبيه لازم تتلائم مع الاحتراف اللي بيمر بيه العالم كله من ضمنها مصر. عمرو هاخد النتيجه معلش يا كابتن، لان كمان اسوان انت اتكلمت الداخليه يستحق صحيح. لكن اسوان كانت بدايات اكتر من رائعه، فريق اسوان الدور الاولاني كان يعني خلاص يقول لك خلاص ده كده كده قاعد في الدوري مع كابتن ايمن الرمادي، واذ فجاه في تدهور في النتائج، والنهارده على ارضه في دقيقتين، في الدقيقه 42 والدقيقه 45 في مباراه مصيريه، وهزيمه في الشوط الاولاني 2-0 من الداخليه. بص يا كابتن، حضرتك كنت بتقول على الموضوع ده على النادي الاهلي الدقيقه 42 و45، ده الفريق الذكي اللي بيعرف يضغط، ان بعد الهدف الاولاني بيحصل تفكك في فريق اسوان، عزز بالهدف الثاني. بس ايه خلاص. ايه اللي خلى اسوان كده؟ اسوان كان بادئ كويس قوي. الامور الماديه يا كابتن، امكانيات ماديه ما فيهاش كلام، يعني استحقاقات للعيبه، سفريات باستمرار، فرطوا في لعيبه انت شويه، عملت في الانتقالات الشتويه 3-4 لعيبه فرقوا معاك كتير، في نفس الوقت زي ما الكابتن محمد بيقول كل واحد عرف هو عايز ايه، يعني في الوقت اللي كان بيدعم جميع صفقات فرقه اسوان كان الكابتن هيثم عرابي، ما حصلش نصيب وكميه الاداء ما لقتش مع الكابتن ربيع، مشيت مع الكابتن ايمن الرمادي ابن اسوان صحيح. اللي هو كان لعيب في نادي اسوان زمان تمام. في نفس الوقت غزل المحله انت عملت عدم اتزان من بعد بابا فاسيليو اما راح البنك، خلي عباقي جمال عشان هو نفس الفكر، برافو عليك، هو نفس الفكر، هو نفس الاسلوب، حتى لو اخطا مره، حتى لو اخطا اثنين مشكلة. ويمكن الكابتن صابر عيد طلع مره واثنين وثلاثه قال لك هيبقى مدرب واعد. خلي بالك عبد الباقي جمال يعني مدرب كويس، مدرب درس كويس قوي، خلي بالك كان شغال معايا اسيست وانا شغال في وادي دجله، كان لسه يعني كان لسه طالع وعنده شغف كبير جدا وبيذاكر كويس قوي وعنده يعني حاصل على اللايسنس وحاصل على دورات، ومدرب بدايته كانت جيده جدا، وده اللي بتكلم عليه الادارات، ما هي بتيجي في الاخر بتتكلم على قرار اداري، قرار من مجلس الاداره ان خلاص يمشي. احنا عندنا كم مدرب مشى من قبل ما يمشي يا كابتن هاني؟ 50 مدرب. كابتن هاني من قبل ما يمشي انت حطيت ايدك على نقطه مهمه قوي، الاداره هي اساس النجاح في كل حاجه. برافو عليك طبعا. يعني النادي الاهلي طبعا مثل وقدوه للانديه الثانيه في الاداره على مدار الاجيال، يعني الاداره الصح بيتبعها اداره فنيه صح. الادارات الانديه الثانيه مشكلتها في بدايات السنه هي اولا ما بتحطش استراتيجيه معينه، ما بتحطش خطه هي عايزه ايه، وعلى هذا الاساس لازم تختار المدرب اللي يتناسب مع الموضوع ده عشان اقدر اجيبه. ليه ما نديش فرصه لمدرب صغير، مدرب واعد عنده خبرات، وخلي بالك هو اشتغل كتير بسيطة. اشتغل كتير وبعدين عامل نتائج كويسه، كسب الزمالك يعني بالزبط. هو من هو وهو شغال مع غزل المحله كسب نادي الزمالك. الاسم الكبير يا كابتن هاني مش هيوصلني لحاجه، يعني انا مش شرط ان انا اجيب اسم، اجيب واحد ممكن يكون صغير بس متفاهم، عنده شغف ومتفاهم طبيعه الحته اللي فيها ودارسها وحافظها، بيبقى احسن من واحد جاي من بره لسه مش واخد على القصه. محمد الوقت اللي بابا فاسيليو مشي وحصل اجتماع مع المحافظ، وانت في الوقت دوت خلي الراجل، ما هو نفس الفكر ونفس النبض ونفس الاسلوب تمام. هو المسمى بس ان هو المدرب المساعد او المدرب العام، خليه يكمل. فكرت
مشيت عبد الباقي جمال، فكرت في مين؟ فكرت في كابتن رضا شحات، فكرت ان الكابتن خالد عيد استعمل اسمه او قربه للحاله النفسيه مع جميل غزل المحله في اصعب وقت هو وضع نفسه فيه. انت في الوقت ده انت داخل حاجه عمرو لا تدار بالشكل ده، لا تدار بالشكل ده. ان انا اجيب عمرو عشان عمرو ابن الحته دي وهو ممكن لا، ما هي القصه يا جماعه مش كده. كابتن هاني عنده كلمه ما بيحبش يسمعها، ما فيش حاجه اسمها المدير الفني لايق كميته مع الفرقه دي. كابتن هاني ما بيحبش دي، ما فيش حاجه في الكوره اسمها كده، ما فيش اسمها كيمياء. انت عندك مدير فني عنده استراتيجي وشايف انه، وانا دايما عندي مشكله مع تغيير المدربين بعدد. انت بتتكلم ما فيش تقريبا اربع انديه في الدوري مش معقول ان اللي ما غيرش المدربين. انت بتتكلم على عدد كبير جدا، اكتر من 50 مدرب في الدوري المصري السنه دي يا جماعه، مش معقول. وبعد كده بنتكلم على الشباب نديهم فرص. انا شايف ان عبد الباقي جمال كان لازم ياخد فرصته بشكل كامل، بشكل كامل. النادي الاهلي يا كابتن هاني في مره من المرات كنا معسكرين في المانيا، فكان اول مره نتعرف على هولمان بعد ألان هارس ما مشي. فاحنا هنلعب ماتش ودي بعد ما تواجدنا في المانيا 20 يوم، هنعمل اول مباراه وديه مع هامبورغ ثالث الدوري الالماني. صحيح. فالراجل دخل الاوضه قال لنا كلمه، قعدنا نضحك، قال لو الشوط الاولاني خسرته خمسه ما تزعلوش، انا عايز هدف معين. احنا الشوط الاولاني 2-0 لينا، فيليكس وكوشه، هو جاله عروض. الشوط الثاني يعني احنا بينا مستغربين، انا بلعب على تشيكوف، ايه ده، ايه الفرقه دي؟ تعادلنا 2-2. الراجل كان اسعد واحد في الدنيا، قال لك انا ما تخيلتش، انا عايز من المباراه حاجه واحده، اطمن على اداء لعيبتي الفني واشوفكم وصلتوا لغايه اعلى درجه من البدني. جاله عروض ولسه ماسك النادي الاهلي بقاله شهر بالظبط. الاستقرار اللي حضرتك قلت عليه يا كابتن محمد وكابتن هاني، النادي الاهلي قفل على نفسه، لغى الصوره القديمه بتاعت الموسمين اللي راحوا، لغى اسم موسيماني رغم تحقيقه او رغم عمل نتائج جيده، عمل نتائج جايب بطولات، ابتدى يفكر بقى في اللعيبه وفي الجهاز الفني المعاون بامكانياته ازاي اوفر دي. يعني كل الناس بصة كولر. بص برضو في نقطة مهمة جدا، بنتكلم على إمكانيات مادية، بنتكلم على مستحقات، لكن ممكن كل ده يتعدل بشكل معين، على الأقل يبقى في استقرار شوية. لكن في فكر يا كابتن هاني، في فكر يعني في من البداية، بالأمر صعب، ما يقولكش مش صعب، لكن لو في استقرار بشكل معين وفي إن شاء الله بلان للسنة دي، يعني عايز أقول لك حاجة كابتن هاني برضو، هي منظومة داخلة ببعضها، معروف طبعا الانتخابات لا تفرز الاصلح في الانديه، فبتيجي مجالس ادارات يعني مش متخصصه في كره القدم، فالراجل اللي بيشتغل في كره القدم دوت وعايز يوصل فرقه عمرو لازم يكون راجل فاهم وعنده فكر. وخلي بالك يا كابتن، في انديه شعبيه غير لما تروح انديه اخرى، انديه أيوة. الشركات بيكون ليها وضع مختلف طبعًا. شويه طبعًا. في صبر شويه، ما فيش ضغوطات، لكن بتتكلم على بورسعيد المصري، اسماعيليه، الاتحاد، المحله، بتتكلم على انديه ليها مواصفات معينه صحيح. للراجل اللي بيدير. صحيح. زمان يا كابتن هاني كانت الشركه هي طبعا دعم للفرقه، فصلوا وعملوا اداره للنادي عكس الشركه تماما. يعني ايام ما كنت انا في المحله كانت الشركه اللي بتدير فرقه غزل المحله، دلوقتي بقى في النادي لوحده والشركه لوحدها. الفصل ده بقى في صالح الفرقه ولا مش في صالح الفرقه؟ خلينا نعرف الاجابه على النقطه دي، لان مهمه جدا. لما نفصل الكلام ده، هل وانت بتفصل بتاخد امكانيات ماديه معينه، في بادجت بيتحط بشكل معين، في بلان بيتحط بشكل معين بعد ما فصلت النادي عن الشركه؟ فخلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار.